كالعادة قمت شركة كوندور إلكترونيس بشراكة مع شركة خدماتي بإطلاق حملة صيانة المدفأات الغاز بصفة مجانية منذ 23 نوفمبر إلى غاية 23 شهر ديسمبر. هذه العملية يقوم الزبون أو المستهلك تاع شركة كوندور بالاتصال على الرقم الأخضر 3075 ليأخذ البيانات ورقم الهاتف والعنوان تاعو. يجيه التقني تاعنا أدوميسيل المنزل يقوم بعملية الصيانة المود أوبيراتوار بصفة مجانية. فيما يخص تركيب رادياتور غاز، يعني من الأحسن يكون مثبت بهذه الطريقة، يعني الشميني يكون يفوت 50 سنتيمتر مع احترام المسافة بين الرادياتور والحائط مع اقتناء الكاشف أو الأكسيد الكربون. هذه العملية تشات أكثر من 3000 عائلة ولا أكثر من 3000 تدخل، ونظرا لتزايد الطلب على هذه الخدمة زدنا مددنا فيها.